موضوع الورش اليومي اللي بين الأحياء، هذه اللي المفروض قلت لي من ضمن الخطة أنه تتبني مدن صناعية خارج المدينة. هذه المدن الصناعية شو كنت نبدي نشوف هذا تتحقق على أرض الواقع؟ نعتقد بعد إقرار الموازنة الأيام القادمة ونوجه دعوانا إلى مجلس النواب اللي هو ممثل الشعب، وأصل والشعب هو مصدر السلطات. أكيد. وهم مؤتمنين على هموم وتطلعات المواطن العراقي بصورة عامة. نعتقد ونتمنى أن الإسراع في حسم الموازنة لكي تنطلق باقي المؤسسات في حال تنفيذ تم مشاريع. حسم الموازنة وانطلق المشروع ايش قد يحتاج مثلا؟ ممكن يعني اليوم هناك بعض المشاريع استراتيجية مهمة تحتاج الى سنة الى سنتين، وهناك بعض المشاريع تحتاج الى اقل من سنة او سنة، فبالتالي هناك تم عقد وابرام مع شركات رصينة أجنبية ومغلبها صين أغلبها صينية تمتلك الكفاءة وتمتلك السمعة العالية وتمتلك الأعمال المماثلة، فبالتالي ننتظر انطلاق الموازنة لكي تنطلق أمانة بغداد وباقي المؤسسات المعنية في خدمة المواطن في كافة مجالات الحياة، على مستوى البنى التحتية، على مستوى الأنفاق والجسور والمجسرات. طيب. وعلى مستوى الشوارع وعلى مستوى المداخل بغداد، مدخل بغداد حلة، مدخل بغداد بعقوبة، مدخل بغداد موصل، مدخل بغداد سامراء، فبالتالي اليوم أهل الورش عندهم أوليات لدى البلدية، يعني فاتحين ضمن موافقات اليوم البلدية تأخذ منهم يعني أجور ورسوم مزاولة المهنة، عندهم إجازة بمزاولة المهنة، لو الموضوع بشكل عشوائي اليوم نتمنى. اليوم قضية مؤسسة أمانة بغداد مؤسسة هي الكفيلة في أن تلبي كل تطلعات المواطن البغدادي، ولكن في نفس الوقت القضية تكاملية. نعم. يجب أن يحصل تخادم من قبل المواطن، أن يمتلك ثقافة التعامل مع المؤسسة أنه مؤسسته، لذلك يحترم ويحتكم آلياتها ومساراتها، وأن لا يتجاوز على التصميم الأساسي.